قالت مصادر لحلب اليوم إن 17 عنصرا من ميليشيا اليابغي الكردية قد قتلوا خلال الاشتباكات مع الثوار غربية مدينة عزاز بريف حلب الشمالي. وتتواصل المعارك بين الطرفين لليوم الثالث على التوالي في محيط قرى الشيخ عيسى وحربل وإمحوش بالتزامن مع قصف متبادل بينهما، حيث أدى القصف المدفعي والصاروخي على مدينة مارع وقرية كالجبرين من قبل قوات سوريا الديمقراطية إلى إيقاع عدة جرحى بينهم طفل، في حين استخدمت الأخيرة تعزيزات عسكرية بينها آليات ثقيلة إلى تخوم قرية الحمران شرقية مدينة جرابلس في محاولة منها للسيطرة على القرية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من ريف حلب الشمالي عرب أبو إسماعيل القائد الميداني في فرقة السلطان مراد. مرحبا بك سيد عرب. يعني بالبداية لو تضعنا في آخر تطورات الجبهة مع قوات سوريا الديمقراطية في عزاز وتل رفعت. أهلا بك أخي، أهلا بك. أولا تم الحمد لله يعني السيطرة على كتل مباني من الجهة الشرقية لقرية الشيخ عيسى، والحمد لله تقدم الثوار على قوات سوريا الديمقراطية، والمعركة الحمد لله رب العالمين لا زال مستمرة بين الثوار والقوات السورية الديمقراطية. نعم، في عزاز وتل رفعت سيد أبو إسماعيل، هل هناك الآن معارك دائرة أم تقدم للقوات التابعة لكم حاليا؟ ألو سيد أبو إسماعيل، هل تسمعني؟ تل رفعت. نعم نعم أسمعك أخي. نعم. الحمد لله يعني الثوار تقدمون باتجاه مدينة تل رفعت، ولا زال المعارك مستمرة، وإن شاء الله أيام قريبة إن شاء الله سوف تسمعون الأخبار الجيدة. طيب سيد أبو إسماعيل، مصادر في قوات سوريا الديمقراطية اتهمتكم بالبدء باستهدافها، يعني كما اتهمتكم أيضا بعدم السماح لها بمحاربة تنظيم الدولة المعروف بداعش، ما هي صحة هذه الأنباء؟ طبعا هذه الاتهامات يعني كاذبة من قبلهم، لأن عندما تنظيم الدولة انسحبت من قرى الحصية كذا وما حولها، فقام قوات سوريا الديمقراطية باستغلال هذه الفرصة والتقدم نحو هذه القرى، فحتى قاموا باستهداف قرى مدنية يوجد فيها سكن مدني باستهداف بقذائف العون، حتى مما أدى إلى إصابة في صفوف المدنيين، فمن ثم قمنا نحن يعني بالرد عليهم. نعم سيد أبو إسماعيل. نعم، هل تسمعوني سيد أبو إسماعيل؟ نعم أسمعك أخي. نعم، يعني هم يتهمونكم بأنكم لا تريدونهم أن تحاربوا تنظيم الدولة، برأيك ما هو سبب هذا الاتهام سيد أبو إسماعيل؟ طبعا نحن لا يوجد عنا هذه يعني أنه لا نريد أن يحاربوا تنظيم الدولة أو كذا، فنحن كغرفة عمليات درع الفرات بدأنا حربنا ضد تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية من بداية. طيب سيد أبو إسماعيل، هل ستؤدي المعارك في تل رفعت إلى تأجيل معركة الباب؟ وما هي الأهداف القريبة والبعيدة لقواتكم؟ لا زال المعارك مستمرة يعني نحو مدينة الباب ومدينة تل رفعت، لا تؤجل أبدا، لأن نحن يعني كما ذكرت لك أننا قمنا يعني بفتح الحرب يعني نحو التنظيم ونحو قوات سوريا الديمقراطية. طيب ما هي أهدافكم القريبة حاليا غير الباب وتل رفعت، والبعيدة أيضا إلى أين سوف تستمر المعركة؟ المعركة مستمرة حتى تطهير الريف الشمالي والشرقي من تنظيم التنظيمين الإرهابيين وتنظيم الدولة وتنظيم قوات سوريا الديمقراطية. يعني بشكل رسمي الآن تعلنون الحرب على قوات البي دي؟ طبعا، لكن هم يعني هم أعداء لنا في هذا الأرض، كما تنظيم الدولة وحتى نظام الأسد عدو لنا.
نعم، أشكرك كثيرا من ريف حلب الشمالي عرب أبو إسماعيل القائد الميداني في فرقة السلطان مراد.